أثار خبر خطوبة الفنانة الأردنية ديانا كارازون من الإعلام الأردني معاذ العمري ضجة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية في الأردن والعالم العربي، حيث تصارع المقربون من الفنانة والإعلامي بتهنئتهم على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا لما تم نشره، سيتم عقد قران الفنانة من الإعلامي يوم الجمعة المقبل، حيث ستتوجه جهة من شخصيات إعلامية ووطنية لطلب يد سوبر ستار العرب المطربة ديانا كارازون للإعلامي معاذ العمري. ولتأكيد لخبر زواج الفنانة، أعربت هي عن فرحتها وسعادتها بعد إعلان نبأ عقد قرارها على الإعلامي معاذ العمري، وقالت خلال اتصال هاتفي مع برنامج يعرض على قناة أردنية إنها سعت هي ومعاذ العمري لتفادي خروج نبأ عقد قرارهما للإعلام والصحافة، ولكن محبة الناس هي من نشرت الخبر بهذه السرعة، وشكرت جمهورها على محبتهم لها. ويشار إلى أن ديانا كارازون أعلنت أنها كانت على علاقة حب رومانسية في لقاء متلفز بعد حفل عيد الحب الذي عقدته في عمان، حيث أجابت على سؤال هل قلبك ينبض لشخص ما بدون تفاصيل، قالت نعم. واذكر أن النجمة ديانا كارازون فازت بلقب سوبر ستار العرب في عام 2003، وقدمت العديد من الأعمال والأغاني المحلية والعربية، ومنها إنساني ما بنساك وليلة ورا ليلة وشر برا وبعيد وراسك بالعالي وغيرهم من الأغاني الرائعة والمؤثرة. وقدم الإعلام الأردني معاذ العمري العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ويعتبر أحد الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، وكما يقدم برنامج علينا وعليك